صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 47 لسنة 2023 بتعيين مدير عام بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه تعين الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة مديرا عاما للإدارة العامة للتخليص والخدمات الجمركية بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية.